السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي ندير معكم كيكه بالكريم باتيسيير والخوخ. عندنا في المقادير جوج ديال البيضات حجم متوسط، واحد ياغور طبيعي، نص كاس سنيده، نص كاس ديال الزيت، معلقه ديال الخل، قليل ديال الملح، جوج خمارات، صاشي ديال الفاني، والطحين عندي هنا جوج ديال الكيسان ديال العنبه. اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نبدا نوضع البيض. كنتاكد بان البيضه مزيانه عندي في واحد الزلافه قبل ما نوضعها في الاناء. هنا ضفت جوج ديال البيضات، ضروري يكونوا جابدينهم واحد الساعة قبل من الثلاجة. وغادي نضيف رشة ديال الملح، وصاشي ديال الفاني، وغادي نبدأ نطرب هاد العناصر، وعاد غادي نبدا نضيف سكر سنيده تدريجيا وانا كنطرب. انا استعملت الخلاط الكهربائي باش دغيا يطلع عندي البيض. من بعد ما طربت البيض مع السكر غادي نبدا نضيف الزيت تدريجيا، نص كاس ديال الزيت. من بعد ما خلطت هاد العناصر، هذا هو الشكل اللي خصني نحصل عليه. دابا حيدت الخلاط الكهربائي وضعت غير خلاط يدوي، وضفت ياغورت نكهة الفاني، وهنا غادي نبدا نضيف الطحين تدريجيا وانا كنخلط. واكيد الطحين خصنا نكونو مغربلينو قبل. من بعد غادي نضيف الخمارة، حتى هي خصني نغربلها. ضفت الخميره الثانيه، عندي تقريبا 16 غرام ديال الخميره، وغادي نخلط مزيان. من بعد غادي نقول لكم شحال خدا معايا ديال الطحين. ودابا غادي نضيف معلقة ديال الخل، معلقة كبيرة ديال الخل، من بعد ما ضفت الطحين انا خدا معايا كاسونس ديال الطحين، المقياس بكاس العنبه. هنا عندي واحد الاطار اللي دهنته بالزبده ورشيته بالطحين، وغادي نوضع فيه الخليط. في هاد الاثناء راني مشعله الفرن على درجه حراره متوسطه، اللي عنده فران ديال الضوء
180 درجة، المدة ديال الطهي 30 دقيقة. من بعد ما حطيته غنحاول نوزعه شوية على الإطار. من بعد ما طابت عندي الكيكة وتحمرات، دابا غادي ناخد واحد الكاسرونة، ضروري نخليها تبرد شوية عاد ندير هاد المرحلة. عندي هنا نصف لتر ديال الحليب، وغادي نضيف عليها سكر سنيدة، 2 معالق كبار ديال السكر سنيدة. وعندي هنايا الكريم باتيسير، حتى هو غادي نضيف 2 معالق كبار ونص ديال كريم باتيسير. غادي نخلط هذا الشيء قبل ما نوضعه على النار، وعاد غادي نوضعه على النار حتى يتقال معايا الخليط، وعاد نوضعه على الكيكة. من بعد ما تقال عندي الخليط، غادي دابا نخويه على الكيكة. نحاول نوزعه على الكيك كامل، الا شفنا شي بلاصه ما مقاداش نحاول نقادوها. هنا عندي الخوخ اللي قطعته شرائح على هذا الشكل، هذه تكون رقيقة شوية. غادي نبدأ نوضع الخوخ فوق الكيك، يعني فوق الكريم باتيسير. ما نخليوش الكريم باتيسير حتى يبرد، غير نخويه على الكيكة، نبدأ نوضعه في الخوخ من الفوق على هاد الشكل هذا. كنبقى نوضع وحده على وحده، وانا كندور على الجنب ديال الاطار كامل. غادي نستمر هكا حتى نكمل كاع هاد الخوخ اللي عندي. من بعد ما ستبت الخوخ كامل على الكيك على هاد الشكل هذا، تقريبا هنا احتاجت 3 ديال الخوخات. دابا غادي ندوز المرحلة الثالثة. عندي هنا كاس كبير ديال الليمون،
اي عصير البرتقال، غادي نضيف عليه 2 معالق ديال السكر سنيده، وغادي نضيف فلون ديال الفاني، ممكن تضيفوا فلون ديال البرتقال إلا كان عندكم، غادي نخلط الكل ونوضعه على النار. من بعد ما غلى عندي الخليط غادي نحاول نبرده شوية، وعاد غادي ناخد المعلقة ونبدا نوضعه من فوق داك الخوخ اللي عندي، نبدا نوضع غير بالمعلقة شوية بشوية، ما نجيوش نوضعوه دقة واحدة باش ما يخسرش معانا الشكل ديال الخوخ. وعاوتاني ما تخليوش حتى يبرد الخليط، حيت مع فيه الفلو غادي يقدر يتجمد معاك. من بعد ما خويت داك الليمون اللي خلطت مع الفلو، هذا هو الشكل ديال الكيكه. هنا راني زولته من داك الاطار باش يوضح معكم الشكل مزيان. اكيد خصكم تخليوه حتى يبرد، عاد تزولوا داك الاطار باش ما يخسرش معكم الشكل ديالها. انا درته في الثلاجه تقريبا ساعتين، غير في الثلاجه عاديه ماشي في الكونجيلاتور. وبهذا تيكون هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.